هذه هي المشكل يا سي محمد. تربه الطغوري السلام عليكم بعد التحيه دار هلندا. تربه الطغوري كلاس 3 ولا شنو ديال الكلاس؟ الفئه هادشي كله اللي داروا في هادشي غير كلشي غش. لا العام الجاي لا العام اللي فات لا هاد العام كلشي غش. شنو خالي؟ انا دخلت تروازيام وحسبوني قالك ما دخلتش كاع. هادشي كله غش غش وما غادي منين نعرف. جمعيه ابدا لي العاب القيوه عندي الحجب ما مشيتش للحجب باش غير نلعب زعما المنطقه ديال غير عندي بطوله في ديراليه وطنيه وطنيه كاع ماشي شي حاجه سهله. غنمشي وغنتكلاصها فيها ماشي ما غاديش نتكلاصها. انا بالنادي ديالي بالاستاذ ديالي بالونطريمو ديالي صباح وعشيه باش يجيو شي وحده ما كتريني ما حتى شي يقول لك بارزور ما يمكنش ما يمكنش. ولكن كلشي من الله اللي دار شي حاجه احنا دار الحق ما جاياش عطا الله شي باقات ما بقاش فيا علاش ما نربحش. الشمته اللي ما مزياناش هادشي اللي كاين الشمته بلاد متشمت هذيك الاولى اللي الاولى هذيك الاولى ولاني ما يمكنش صاحبي توقع الاولى اذا كاين شي حاجه ماشي كاين السليت وكاين السليت اشنو هو شكون السليت كيفاش دابا نقول لك اشنو هو السليت دابا كاينين العداءات كاينين العداءات دابا اللي هما من تنغير حافظين الباركور اش كيديروا كينطلقوا هنا كيمشي تيدخلوا فواحد القنص وملي تيقربوا لا ريفي تيدخلوا من واحد الترعه فهمتي. هادو دابا اللي جاوا الاولين في الفئات الصغيره هادو اللي اختاروا راه من هادوك اللي سلتو راه غير شنو خص غير خص غير التنظيم. حنا ما كنطالبوش بشي حاجه اللي كيفاش كتشوف التنظيم انت في النظر ديالك؟ التنظيم اللي كاين هاد الخوات انت كتشوف كاين شي تنظيم ما كاين حتى شي تنظيم. دابا اللي مهم هو انه الحكام خص هادوك الزناقي يسدوهم. حنا دابا كنهضروا على المستقبل يسدو الزناقي يسدوهم بلي بارير والباركور يكون مزيان ما يكونوش شي فلاتات. هذا هو المشكل اللي تيوقع. انا كنهضر معاك كانسان متمرس في العاب القوى رئيس ديال جمعيه هومندس العاب القوى راه جبنا 50 عداء والبارح وحنا كنهضروا مع المنظمات هاد فضاء مرأة في التليفون على الترونسبور ما جابوش لينا الترونسبور في العمل ديالنا قلبنا على الترونسبور وجبنا 50 عداء من بومان ودابا داروا لنا هذا المشكل الله يهديهم. راه حنا خصنا نخدموا الرياضه الا ربحات هذه من بومان راه بحال ربحات ديال تنغير. خصنا التلاميذ دابا ما نعلمهمش الغش احسن لهم ما باقيش راه بحال كنعلمهم الغش دابا ما يقدرش يوصلوا. واش انت كاستاذ كتقري وكتغش اش اذا الدري الصغير راه كتعطيو غير هو تقري علينا. نتمنوا ان شاء الله مره اخرى تكون الامور دايزه باش نكونوا عند حسن ظن صاحب الجلاله الله ينصره.